أرحب بسعادة المهندس أحمد سعيد الصياح، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في إمارة رأس الخيمة، عبر هذا اللقاء الافتراضي الخاص بالمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة. يا مرحبا اخوي عبد الله. ورحب أيضا بالمهندس محمد برهومة من أيضا هيئة الحكومة الإلكترونية في إمارة رأس الخيمة. حياك الله اخو عبد الله. في البداية سعادة المهندس أحمد سعيد الصياح، ما هي أولوياتكم خلال الفترة الحالية واللي تشهد العودة الكاملة لكافة الموظفين كل منهم في مقر عمله؟ بلا شك أخوي عبد الله، نحن اليوم في هيئة حكومة إلكترونية مواردنا البشرية والموظفين يعتبرونهم أهم أولوية وأكبر أولوية عندنا. مواردنا البشرية هي أكبر أصول وأثمن أصول لدى حكومة رأس الخيمة وهيئة حكومة إلكترونية، فبالتالي المحافظة على صحتهم والتباعد الجسدي ما بين الموظفون والموظفين والأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية، هذه بالنسبة أولوية كبرى بالنسبة لنا. وطبعا كذلك تمكينهم من البرامج والأنظمة اللي وفرنا لهم في هذه الجائحة واستخدامهم بالطريقة المثلى. اليوم البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أثبتت تطورها الكبير خلال الفترة الماضية للحفاظ على استمرارية العمل والحياة، فشو رأيك في يعني دور هذه البنية التحتية القوية في دولة الإمارات وفي رأس الخيمة؟ الحمد لله كنا في دولة واحدة ومنظومة واحدة فريق عمل واحد، فضل سبحانه وتعالى استثمار الاستباق اللي عملته حكومة رأس الخيمة في الفترة السابقة، كنا قادرين لله بالأمانة على استيعاب متطلبات موظفين حكومة رأس الخيمة جميعا. تم إعطاء جميع الموظفين خاصية البي بي ان، استخدام الآمن للأنظمة من خلال منازلهم. هناك ما كانت في شكاوي ما عدا اشياء بسيطه وحليناها الحمد لله في وقتها. الانظمه كانت شغاله، الخدمات الالكترونيه متوفره للعملاء من المواطنين والمقيمين. الحمد لله يعني مشت الامور بطريقه اكثر عن ممتازه في الفتره السابقه. اهم الدروس المستفاده من عمليه او تجربه العمل عن بعد بوجهه نظرك؟ باختصرها بنقطتين، الاولى استثمار اكبر في التقنيات الحديثة، مثال على ذلك برامج الإنتاجية، حتى والإنسان والموظف يشتغل عن بعد، فممكن نحن نشوف إنتاجيته، مهامه، المعوقات اللي عنده. هذه مثل هذه الأنظمة بتساعد كثير في عملنا اليومي. النقطة الثانية، تمكين الموظفين بطريقة أكبر من خلال تدريبهم وتمكينهم لاستخدام الأنظمة والتطورات الجديدة في عالم تقنية المعلومات. وما هي أهم المبادرات والمشاريع اللي تعملون عليها في الفترة الحالية واللي تحقق وتساهم أيضاً في تحقيق رؤية وأهداف إمارة رأس الخيمة وتطلعاتها المستقبلية؟ عدنا هناك من خططنا الاستراتيجية لهذا العام والعام القادم إن شاء الله، تحويل ما تبقى من الخدمات في دائرة المحاكم رأس الخيمة، دائرة النيابة العامة ودائرة البلدية، كذلك دائرة الاقتصادية، تحويل هذه الخدمات إلى خدمات إلكترونية وذكية، فمن خلالها بيكون هناك المواطنين والمقيمين ما يحتاجون الدائرة، بل بالعكس يخصمون معاملاتهم وإجراءاتهم والدفع من خلال الموبايل ومن خلال الخدمات الإلكترونية إن شاء الله. وهذا اللي صراحة بالنسبة لنا أولوية في هذه الفترة. كذلك هناك عندنا مشاريع مثل مشروع الكور سنتر، الاتصال الموحد على مستوى حكومة رأس الخيمة، وعدنا مشاريع أخرى إن شاء الله بيطرق لها مهندس محمد برهومة. السلام عليكم. طبعا مثل ما تفضل مهندس أحمد، عندنا مشاريع استراتيجية إحنا على مستوى الإمارة. من أهم المشاريع هي مشروع تطوير بوابة حكومة رأس الخيمة بما يتناسب مع أفضل ممارسات المطبقة في تجربة المتعامل، بحيث أنه نقدم أفضل ممارسات للمتعامل بحيث أنه يقدر يوصل للخدمات بطريقة الأفضل بأسهل طريقة ويحصل على المعلومات بكل تفاصيلها والخدمات الخاصة في حكومة رأس الخيمة. طبعا من المشاريع الاستراتيجية زي ما تفضل مهندس أحمد اللي هي مشروع مركز الاتصال الموحد على مستوى إمارة رأس الخيمة. إن شاء الله تطلعات أنه نبني مركز اتصالات موحد يخدم جميع الدوائر الحكومية، بحيث أنه يكون عندنا الموظف الشامل
هذا الموظف اللي يكون قادر على تقديم الدعم والخدمة لجميع خدمات الحكومة في إمارة رأس الخيمة من خلال نظام متكامل مترابط مع جميع الأنظمة التشغيلية في الإمارة. أضف إلى ذلك تطوير أنظمة دفع إلكترونية ذكية جديدة حيث يتواكب مع منظومة الدرهم الإلكتروني الجديد بالتعاون مع وزارة المالية اللي هي المنظومة الـ E11، حيث إن احنا نوفر منظومة متكاملة دفع مترابطة مع جميع الأنظمة التشغيلية في الإمارة من خلال عدة قنوات، سواء كانت الويب ولا الموبايل ولا أجهزة الدفع الذاتية أو نقاط البيع البوست ماشينز، كلها مترابطة متكاملة ضمن منظومة واحدة بما يتوافق مع منظومة الدفع الجديدة الموفرة من وزارة المالية، بالإضافة إلى مشاريع الأتمتة وتحويل الخدمات إلى خدمات رقمية في الإمارة، بحيث أنه المتعامل يحصل على جميع الخدمات ويحصل على الخدمة التي يقدم لها في الحكومة دون الحاجة إلى زيارة الدوائر أو الذهاب إلى أي مكتب من مكاتب الدوائر للحصول على الخدمة إن شاء الله. شكرا لك المهندس محمد برهوم على هذه المعلومات، وأيضا أحب أشكر سعادة المهندس أحمد سعيد الصياح مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة. نشكرك اليوم على تواجدك معنا في هذا اللقاء الافتراضي الخاص بالمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة. معلومات يعني جميلة جدا، أكيد الكثير منا اليوم يهتم إلى سماعها وبالتحديد إلى التطلعات المستقبلية إن شاء الله الخاصة بهذه الهيئة أيضا إن شاء الله على مستوى الإمارة. مشكور يا أخوي عبد الله، جزاكم الله خير، شكرا.